شو منك كنقول لك اكسيدير ياكسيدير هذا موتور مريفيزي جديد اكسيليري شو مليح دابا بديت تشرب الزيت مولا قال لي نزيد لها 7 طرات ممكن نفتحوها ان شاء الله الريفيزي وها بربي ان شاء الله تنجح ممكن نفتحوها ندير لكم عليها فيديوهات ان شاء الله السلام عليكم مشيوم دي بولونديس شو الفلوت تاع منين كنت تبدا ترفع ديالو تفجخت منظر مش مليح خلاص كاين غير بومباو جديدة هاد لا فيش ما كانش اي شوف 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 ارجع 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 روغارديسا جي جوان كيلاس شو لا فويت في جوان كيلاس سبحان الله منجم فحم بون شوفو حالة الموتور كي يكون يشرب الزيت شوفو البوجية هذي كيفاش شوفو لاشومبر هذي ثاني كيفاش شوفو ثاني هنا كيفاش شوفو الشوميزة طلع شوفو سمير هبط شوفو كيف طلع معاه الزيت هبط شوف هبط طلع شوف هذا الجوان كيلاس ورجع له القديم الجوان كيلاس وما حطروش الجوان كيلاس قديم تنرجع يفويتيرو على برا شبهو تيري هاي لكم الريفيزيون كيفاش موتور يدور ما شاء الله تاع ايبيزا درنا له ريفيزيون خلينا يرودي شويه عندنا البولو جي تي هذه دونك نحط لكم عليها فيديوهات قيسنا لها لا كومبريسيون هنايا لقينا السيلندر نيميرو 2 هذا يمد زيرو يمد خلاص وفي هاد القربيعه تاع العشان هذه دوك نفتحوها ان شاء الله وندير لكم عليها فيديوهات